بيقول من كلام معلمنا الرسول بولس: قبلتم سلب أموالكم بفرح. هل معنى الكلام إن أي حد يجي ياخد حقي ومالي وما دفعش عن نفسي؟ لا يا ابني، مش معنى الكلام ده. أنت ليك حق قانوني تمشي في طريق أو إجراء قانوني، لكن يقصد قبلتم سلب أموال. سلب يعني إيه؟ إنسان بيغتصب أو بيسرق، أو إنسان بيضطهد، أو إنسان بيدعي القوة على إنسان ضعيف. فافرض واحد هوب حط إيده على مال فلان أو ملك فلان، إن كان في إجراء قانوني يمشي فيه، إن كان في سكة يمشي فيها، لكن ما فيش حيلة، أنا ما عودش شايل الهم ومغموم لإني سلبوني. لا، لي إله يدافع عني وحيعوضني بفرح. ومعنى الكلام ده إن ما يكونش عندي روح الانتقام أو الغيظ أو البغضة بالنسبة لفلان اللي سلبني. لا، قبلتم سلب أموالكم بفرح. ودي تحمل كلمة الوداع أو طيبة القلب للإنسان المسيحي، والنقاوة والطهارة للإنسان المسيحي، والمحبة والتسامح والغفران للإنسان المسيحي. وأقول كل صفة مباركة للإنسان المسيحي.